السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمر إلى السؤال الثاني من تمرين رقم 4، دائما مع نفس الموحد المحلي. المطلوب هو أن نبين أن مثلث BAE مثلث قائم الزاوية. الشكل الذي سنتعامل معه هو كما تشاهدون أمامكم. إذا لاحظنا في هذا المثلث A B E طول أكبر ضلع، طول أكبر ضلع في B A E هو ضلع E B الذي يساوي 5. إذا لنأخذ مربع هذا الضلع، المربع كما تعلمون هو مربع العدد 5 الذي هو 25، ومربع A E مربع زائد مربع A B هو ماذا؟ هو 4 أس 2 زائد 3 أس 2، أيضا نحصل على 25. من هنا يتضح لنا أن E B مربع هي A E مربع زائد A B مربع. إذا لاحظتم من هنا ممكن استنتاج أن المثلث E A B قائم الزاوية في A، وذلك باستعمال مبرهنة فيثاغورس العكسية. إذن سنقول حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية. إلى هنا نترككم ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.